فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الأسئلة ذكرت كتبا للتفسير تسأل عنها، وهل تقرأ وهل تنصحون بها؟ تفسير الأول حفظكم الله، يقول: زبدة التفسير لمحمد الأشقر، هل يعتبر من التفاسير المعتمدة؟ هذا مختصر لفتح القدير الشوكان، زبدة التفسير هذا مختصر لتفسير الشوكاني فتح القدير، مختصر جدا وفائدته قليلة. أنا شفته فائدته قليلة، ما اختصره في الحقيقة اختصار مفيد. نعم.